المجتمع كله غيكون ضدك. سورتو اللي درتي داك الهيجان وداك الثوران ودرتي داك الهستيريا المرضيه اللي ما قداش فيها، ما فيها لا نضج عاطفي ولا ثبات عاطفي ولا تحكم في المشاعر ديالك. الدقه عرفناك دقيتي مزيان، كاينك الدقه حطيها في بلايص اخرين، تريشي فيها في بلايص اخرين. والانسحاب بالطلاق كيكون هو الدقه اللي كتعطي. انت مشيتي خنتيني، يعني انا ما بقيتش في قيمك، ما بقيتش في الرادار ديالك. اذا مادام ما بقيتش في الرادار ديالك، انا غنصح من حياتك ونخليك سير خون تاع 10000 وحده عادي، من حقك سير خون. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، اللي كتخان وما قداش تنسحب ماديا، ما عندهاش الاستقلاليه الماديه، ووالديها ما غيوقفوش معاها، وعندها الجروح ديالها، المخاوف، وعندها العار، وعندها الصوره المجتمعيه بان خطرت الزواج ديالها، وعندها. الحاجه الوحيده اللي كنطلب منك سورتو بانه اذا كان خانك جنسيا مع وحدين اخرين، منعي الفراش، منعي العلاقه الجنسيه، لان غيجيب لك الامراض ديال الدنيا والدين، امراض جسديه، امراض طاقيه، امراض نفسيه، غير من المعاشره معاه. انتي قرفاه، انتي قارفه منه، انتي ما حاملاش، انتي ما طيقاش فيه، وكل شيء هو كيجي ناس معاك، انتي بحال اللي تيغتصبك، وان بلوس يجيب لك الامراض لانه تيعاشر نساء اخرى. دونك اللي من حقك، من حقك، من عليه الائمه كلهم اللي متزنين، كنهضر على الائمه اللي متزنين، او القاضي اللي متزن، تيقول من عليه الفراش باش ما يجيبلكش امراض تهلكك. وداك الامراض كينتقلوا عن طريق الاولاد ديالك في الجنين، وكيمتي كيمرضوك وكلشي. من حقه يخون، ماشي من حقه يخون، ما نقدرش نقولوا من حقه يخون، المجتمع عطاه الحق يخون، دونك هو خارج يخون لان كيبان له بانه حق ليه. نتي عرفتيه بانه كيخون وسكتي وشتيه بعينيك، كتسكتي اوكي، ولكن تنتيا خدي ردة فعل من جهة اخرى، والمعاشرة صفر. عايشين نربيو الوليدات حيت نتي ما قداش استقلالية مادية، اذا هو اللي كيصرف، او هو اللي هز الدار، او ماديا هو اللي هز، وما تقدريش تنازلي لانك ما منظفاش، ما متشافياش، ما عرفاش بان الله اكبر، ما عرفاش بان الله ذو الفضل الغني الحسيب الوهاب الواسع، ما عرفاش، لان لحد الان ما عندكش اليقين برب العالمين، عندك اليقين برب البيت اللي هو داك شبه رجل. انت عندك اليقين في شبه رجل هو اللي غيصرف عليك، ولا ما حدك حاليا عندك هادشي كامل، اذا ماشي مشكل، غير منعي عليه العلاقه الجنسيه لانه غيجيب لك الامراض ما بين قوسين. اوكي، ماشي هو هذا، ماشي هو الموضوع كامل ديال هذا، ولكن جاي في الضعف الجنسي، جاي في الخيانات، جاي في هادشي كامل. اوكي، دونك ما نقولش للمراه مقهوره مضروبه مقصحه مضروره نعس مع امها، نعس مع اختها، نعس مع صاحبتها، نعس مع نعس مع اي وحده كتعرفها، وسورتو الا كانت تعرفها ناري في الم كتعرف، ملي كتعرفهاش شو، انا كنقول شو نقص، لما اللي كتعرفها مصيبه، راه دقه، راه دقه، ما يعرف ما يحس بها غير اللي ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب به. اوكي، دونك تقولوا لها صبري، تقولوا لها سكتي وتكرمي، تقولوا لها رجعي للزواج ديالك. الخيان، انا نقول لكم في الخيانه، الا كان السيده عندها استقلال مادي، ما تتخفق، كتنزل من الاستحقاق ديالها اللي عطاها رب العالمين، استحقاقها عالي باش تكون مع واحد يكرمها، يدللها، يحترمها، يحتويها، يقودها، يزيد معاها، ماشي مع واحد دايرها في البيت في الدار، كتربي له الدراري ديالو، كطيب، تغسل له كل شيء، وهو دايز على حل شعره، ولا داير على حل شعره، ما سي با نورمال. وكيبقى رأيي وتجربتي الخاصة، وكيبقى تجربتي مع التجارب ديالي الحياتية والتجارب ديالي العملية. اوكي، ملي ما يجيش واحد يقول لي خوني ونسكت ونكمل معاه، شتكملي معاه وانتي من كاسرة، شتي اللي كتقول هاد القضية هادي ديال واخا يخوني نبقى معاه. هاد السيدة غير متشافية نهائيا من جرح الأب ومن جرح الأم ومن جرح الدنيا ومن جرح حوايج أخرين، عندها العار انها تبقى مع واحد وتبين للمجتمع بانها الكوبل ديالها غادي مزيان، وكل شيء دخل الكوبل مزيان، وراجلها راه عارفه الحكايه شنو كيدير، وما تقول للناس شنو كيدير ساكته، لان العار عار، حشمانه، خايفه، عار، خوف، حشومه، عيب، خص
ليماج الصورة ديال الزواج تبقى قدام الناس زوينة، دوك عندها جروح وعندها مشاعر دبدبات. شوف ليا هاد السيدة اللي كتهضر بحال هكايا، يا ريت يخون وتجي تقول لي هاد السيدة انا حاليا ما نقدرش، عندي وليداتي عندهم واحد المستوى عايشين، وانا عايشة في واحد المستوى مادي بيه، ودابا حاليا ما نقدرش. الا جات تقول هاد الهضرة نتفهم، لكن تقول مهما يخون انا غنبقى معاه من كثرة بدلولة، يجي خوي فيا امراض ديالو، يجي خوي فيا ماه، يزيد يبهدلني. انا ما عندوش في الرادار ديالو، انا ما عندوش في القيم ديالو، انا ما عندوش في التفكير ديالو، انا ما عندوش في العاطفة ديالو، انا ما عندوش في الاحاديث ديالو. هنا زواج، على هنا زواج. انا كنقول لكم الا كان، الا كانت هذه اللي كتقول انا مهما يخوني نقعد معاه، سمحي لي عندك المشاعر السفلية كلها وعندك جرح الأب سدينا. إذا تبقي مدلولة آه ماشي مشكل، ولكن بقي معاه ماشي مشكل، ماشي مشكل يخرج 10 20 30 40 100، يخرج ينعس معاه كل شيء، ولكن ماشي مشكل، ماشي مشكل. أنا المهم راجع عندي، آه راجع عندك بإينا طاقة، راجع عندك إينا وسخ، إينا عفن، إينا أمراض، إينا تفكير، باش راجع عندك، باش راجع عندك، باش غيرجع عندك هذا السيد، حقا يدور يدور يرجع عندي، باش راجع، على قلتهم فوق الأرض، باش راجع، أوكي. كنظن قلت النقاط كامل. أتا ألو، خليوني نشوف الفريق واش كتب ليا شي حاجة. اوكي الفريق تيقول اوكي كلشي اوكي. عارفين بانني انا تعبت، حاسة بواحد التعب دابا عمري ما تعبتو في شي لايف، حيت اولا انني مرا، وانني حاسه بالعيالات، وانني معالجه وشايفه شنو وقع في الحصص وفي الفي اي بي، وشايفه شنو حاطه في الدورات ديالي، وهادشي راه ولا متعب جدا والله. ان المرا في 2024 بقات تعيش هادشي كامل، ونهار اللي تهز صبعها طالب بالحقوق ديالها وطالب بالطلاق ديالها تهاجم حتى من عند امها. انا كيبقى فيا الحال ملي كنشوف والدين بنتهم كتجي تطلب الطلاق مع العلم شافوها في الدارة، وشافوها تعبات، وشافوها عايشة مع شبه رجل، ومام طون باش يحافظوا على الصورة المجتمعية قدام المجتمع، وباش ما يتقالش عليها بنت فلانة بنت فلان طلقات، وباش ما ترجعش لهم بالولاد، وباش 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 يقولوا لها صبري وكملي، راه بحال كل شيء راه بحال بحال، ويجيو يقولوا لها داك العباره اللي تتقال ديال راه كلهم بحال بحال الرجال، كلهم بحال بحال. ايوا اليوم راه وصلنا انه واخا يكونوا الرجال كلهم بحال بحال، ونقلبوا على هذاك الرجل المزيان القوام القائد السند كل شيء نقلبوا عليه بالمكبره، واخا راه ما كاينينش بزاف، ولكن راه ولات المراه تقدر تلقاها بوحدها، لان احنا ماشي في زمان خاصها باها ترجع عنده باش تكمل عنده في الدار، حيت خرجت من عنده وترجع عند باها. حنا ماشي في زمان تسنى خالها ولا عمها ولا هذا، وحنا ماشي في زمان تخرج من عند واحد وتدخل عند راجل اخر، لا. لان كما قلت لكم ملي تولي بالصالير ديالها وبالطوموبيله ديالها وبجمالها وباناقتها وبحداقتها وبالترجلية ديالها اللي هي اكثر من الراجل اللي غيجي ياخذها، شوفات بيه غادي يجي عند غايجيو داك الاشباه ديال الرجال، غادي يسمعوا هذا الفيديو هنايا، ويبداو جالسين في التعليقات مور هذا، وفو كونت فو كونت وسميه مزوره يكتبوا ليا هي ايوا. شوف واحد القضيه، ملي نزل رب العالمين ادم فوق الارض
علاش بوحدو؟ حيت عارفو ما غيصطادش. رب العالمين ما خلاش ادم بوحدو، جاب له حواء. ميكون نزل حواء يخليها بوحدها، حيت غا تقدر دير كلشي بوحدها. مي راجل لا، ورجل العربي المسلم العن ما يقدر يدير حاجه بوحدو. خلي راجلك مع ولادك سيما، وسيري سيري قراي، سيري صافري، وشوف واش غايدير. خليه يشوف واش غادي يدير شغل الدار، واش غايطيب الدراري، واش غايديهم، واش غايقريهم. وبهدوء اعصاب نفرضوا انه دار داك الشيء، واش ما غايديروش بالغوات وبالاعصاب؟ خليه سيما وسير، جرب جرب جرب، خليه له بيبي 24 ساعه وشوف واش غايدير معاه. وعاد خليه له الماكله ديالو، خليه له كلشي، وشوف واش غايدير معاه. اعتبر الراجل حل المشاكل، وشوف واش يحل المشاكل بحال اللي كتحلهم المراه. عارفين هذوك ولاد بولحايه الائمه ديال الدول العربيه، مده طويله، ماشي مده طويله، لحد الان كيخرجوا. يعني شوفوا العهد ملي كانوا كيخرجوا، ما دابا كلهم تخباو في الجحور ديالهم من كورونا لهنا، يبداو كيتخباو بزاف لانه ما بقاتش لا كريديبيليتي ديالهم، ما بقاوش الناس يثيقوهم. ملي كانوا كيخرجوا بزاف كلهم بعدا رجال كيخرجوا كيهضروا على المراه، وما كاينش فيهم شي واحد. في اخباركم كنا حضرنا المحاضرات ديالهم، كنا حضرنا الخطب الجمعه للائمه، كنا حضرنا لذاك خطبه الجمعه اللي كتكون في التلفزيون في الجمعه، كنا حضرنا هادشي كامل، حضرنا الخطبه ديال العيد، كنا حضرنا. ما كاينش واحد فيهم، يمكن واحد حاليا، وما نقولش الاسم ديالو، واحد حاليا هو اللي كيهضر على المراه بطريقه مختلفه. ما كاينش واحد فيهم كيخرج باش يهضر مع الراجل، باش يتحرك يقدمها مرتو، ولا يوريه شنو كاين في القرآن باش يقول له ها الواجبات ديالك الراجل. كلهم سيروا رجعوا الفيديوهات ديالهم كاملين بالعربية بالمغربية بالجزائرية بكل شيء، كلهم كيخرجوا في التلفزيون، كيخرجوا في خطبة الجمعة، وكيخرجوا في خطبة العيد، باش يجبدوا داك الشيء اللي كاين في القرآن خاص بالمرأة، شنو خصها دير الراجل، من الراجل شنو خصو يدير للمرأة، ما كايناش نهائيا، وما عمركم ما غتسمعوها. هادوك اللحايا اشباه الرجال حتى هما الذكوريين، اللي جايين من مجتمع ذكوري، واللي جايين من قرن ديال السبايا والرقاق والعبيد، هادوك وربعه خصنا نتزوجو بربعه، هادوك غادي يخرجوا يهضروا على نتزوجو بربعه، غيخرجوا يهضروا على تلعنوا كاين الملائكه الا ما مشيتيش عطيتيه الحقوق ديالو الجنسيه في الليل، غادي يخرجوا يهضروا على ناقصات عقل ودين، غيخرجوا يهضروا على هادشي كله، غيخرجوا يهضروا خصك طيبي له، خصك تجفي له، خصك ديري له، خصك تبسي له، خصك ديري له. خويا ملي هو هي تلبس له وطيب له ودير، هو خانز وما كيغبلش وما كيدير لا ريحه وما كيبدلش الكيلوت ديالو كل شيء، ما تخرجش تهضر مع داك الراجل وتقولها له، تقول له كيما حنايا كنقولوا يا العيالات ديروا فعلوا، وخرج هضر مع داك الرجال اللي ما ترباوش في داك المجتمع، وقول لهم ديروا عيالاتكم وتنقاو وكونوا رجال ماشي اشباه الرجال، فالعيالات راه غاديين كيوليو ارجل منكم. وحيت ولاو ارجل منهم ولاو خايفين، وحيت ولاو خايفين ولاو دايرين فيها لاطاك، يعني هذا الغيبتينيان ديالهم ولا داير لاطاك، ولاو كيضربوا وكيغتصبوا وكيعيروا وكيسبوا في المرأة. راه حتى في المواقع الاجتماعيه هادشي اللي كنلقاهم، اللي كتخرج شي مرأة كتهضر على 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 هادشي هذا، تيبداو يطاكيو. دابا تشوفوا التعليق هنايا كيوليو يطاكيو، ما راضينش بان العيالات ولاو ارجل منهم، العيالات ولاو في الفلوس كتر منهم، في الخدمه كتر منهم، في القرايه كتر منهم، هما خلاو العيالات ما دايرين دابا. وتتلقاي المرأة دايره كل شيء، منها بلومبي، منها المارشي، منها الثلاجه كتخوت تعمر، منها التقضيه، منها طياب، منها تذكر الدراري وتقرا معاهم، منها ديهم للطبيب، منها دير الاجتماع ديال ولي اولياء الامور، منها تمشي تجيب لهم النتائج ديالهم، منها تقلب لهم على المعلم الخاص اللي غادي يقريهم حيت القرايه ديالهم عيانه، منها تشد لهم لي تيست ديال لوغوبيد وداكشي حيت الدراري ديالهم عندهم مشكله، منها تمشي تجري في السبيطارات، منها شي كله، وعاد الدار وعاد الصبين وعاد هادي وعاد هادي وعاد هادي وعاد هادي، وعاد طالبها ب
بكثر كوني مع امي مزيانه وكوني مع اخوتي مزيانه، ورا امي غتجي عندنا ورا اختي غتجي عندنا، وعندك كيما تضحكيش في وجههم. مين على حالنا؟ مين على حالنا؟ معذره هادشي تطلق وتولي بوحدها تطيطي راسك ودي داكشي اصلا اللي كديرو ديرو وهي مرتاحه، ما كاين اللي يتحكم فيها. علاش هادي محلوله؟ علاش هذا حط عليك يديك غير يتصور معاك؟ علاش خويا مالنا احنا؟ علاش شكون اللي مخلي شي مرا تعيش مع شي بهراجول؟ شنو جروحها؟ شي مرا عايشه مع شي بهراجول عندها الامل وعندها الجروح؟ كاين حاله استثنائيه غنقولها في الاخر ديال الفيديو، حاله استثنائيه وطيحي فيها غير الناس اللي غادي يبطرك بالوعي مده طويله، اللي كتشوفهم احقا راه مدربه وطلقات راجلها. غنقولها لكم حاله استثنائيه. اما كلهم علاش باقا جالسه مع اشباه الرجال؟ عندك استقلال مادي، عندك جروح وخايف، يعني جروح فيهم المشاعر، فيهم الخوف، فيهم العار، فيهم بزاف الحوايج. اما سينو راه تشافي تطلقيه دينا شافاي تعرفي ماشي راجل، انت هي الراجل غتطلقي. لان علاش خاصك تطلقي باش ترجعي الانوثه ديالك؟ لان داك الرجوله كان تطلع حيت هو كيهود في الرجوله ديالو. دونك انت تولي ارجل منه حيت هو انثى، ارجل منه حيت هو ولا عيالات، حيت هو مريوه، حيت هو غير ناضج عاطفيا، حيت هو ولي دري صغير. اذا انت الرجوله ديالك تطلع بين فوا تطلقي وبدك ترجع وجودك كيرجع، توازن كيرجع. واخا تبقي ديري نفس الاشياء اللي كنتي كديريها، كدي الدراري كتجيبيهم وكتخلصي فاكتورات مهما ديري، هدوءك الداخلي كلشي كيرجع لك. حيت ملي كتوقعي حتى ترجع لك طاقتك الانثويه تطلع لك مهما ديري من فعل، الطاقه ديالك ترجع. لان هي كانت كتطلع، اليانغ ديالك كان كيطلع حيت اليانغ ديالو كان كيطلع. اليانغ كيطلع، اليانغ تيطلع، اليانغ ديالك تيطلع هو اليانغ ديالو تيهبط. ما حتى هو هبط وانت كتطلعي، حيت الميزان هذا الميزان في الكوبل. هو ولا مريم وانت غتولي راجل، هو يترجل انت غترجعي مريوة. عادي عادي، الميزان قانون القطبية من اقوى قوانين الكون، الليل والنهار، الشر والخير، الظلام والنور، المرأة والرجل، الفوق لتحت، من اكبر القوانين الكونية. اذا هو غيولي مرأة انت غتطلعي راجل، غتطلقي غترجعي الانوثة ديالك وتخلي الذكورة غير في الفعل، الفاكتورات والخدمه والوليدات ديهم وجيبو. اما الطاقه ديالك الانثوية غتطلع مزيان، راحت البال، ديري حريه، ديري اللي بغيتي وقت ما بغيتي كيما بغيتي. كاين اللي كيستغلوها اشباه الرجال واللي جالسين في الاورديناتور تيقول لك غدير اللي بغات وقت ما بغات، يعني غتحل على شعرها، يعني كيما كنقولوا حنايا شي تسيت تخرج مع الرجال. المراه اللي كتطلق عندها الولاد ولا ما عندهاش، ماشي تول كنقولوا الفوكس ديالها، ماشي هو التركيز ديالها، تخرج تصاحب وتحل شعرها، هذه معقده. يدر الا كان هذا النوع من العيالات اللي كيطلقوا وعادي يخرجوا وينعسوا مع الرجال، يعني عندها جروح، عندها كبت، وعندها تعقاد، وعندها عقاد، نوع هذا قليل يدير بوحده، هذا الطريق بوحده، الطريق بوحده. اللي كتطلق باغا غير تلمو راحة البال، وبغى تلمو الهدوء، وبغى تلمو السلام الداخلي، وبغى تلمو التوازن، وبغى تلمو ترجع تتصل مع رب العالمين. لان مع اشباه الرجال والله ما يخليكم تتصلوا مع رب العالمين، طاقتكم تلمو نازله، لا صلاتكم كتصليوها مقاده، ولا صيامكم مقاد، ولا نهاركم مقاد، ولا فجر فجر، ولا قران قران، ولا حتى شي حاجه. مع اشباه الرجال والله الاتصال برب العالمين معدوم، لان هو عنده اتصال برب العالمين معدوم. فما بالك انت هي تنسيه وتابعاه، كتقلبي غير انت يتبدل، انت يتبدل، انت غيتغير، انت غيحبني، انت غيتهتم بيا، انت غيجيب لي، انت غادي يتغير، انت غادي يهزني، انت غيعاوني، انت غيسندني، انت كتبقى غير انت 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 انت. وهي ما تغادى وهو ما تغادى وانت غادى وصحتك غادى وكلشي وقع. والكارثة في هادشي كله الجهاز العصبي في الجسم، هي كلشي دق، ما نقولكمش عليه. شوفكم حالتكم النفسية بوحدها، كنهضروا عليها في تألقي، حالتكم العقلية بوحدها، هادشي كله ليه الدواء، ليه الدواء، دواء سريع جدا. راه عندنا في الدورات تألقي والعقل والمشاعر في سلسلة طريق إلى النور.
اجي نشتل الجسم المادي جهازك العصبي وجي تشوفي الصدمات والتروما اللي كانت عتيه. ان شاء الله في المحطة الرابعة غادي نشوفوه وجي تشوفوا لي ديغا ديال جهازك العصبي. شحال من امرأة هانات في الكوبل ولات عصبية أكثر، ولو حتى مكتبين عليها هذه معصبة، انتي معصبة، انتي عصبية. وهي راه العصبية ماشي صفة شخصية ولا لا، تراكمات. العصبية أن الجهاز العصبي ولا شاعل بلا حتى حاجة، ولا غير الضو شاعل فيه. ألغم 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 ألغم. شنو معنية ألغم؟ أنك راكي مهددة في صحتك النفسية والجسمية والروحية والطاقية، وكل شيء مهدد فيه. عندك تهديد يومي بحال اللي عايش حداك أن ليون، عايش حداك سبع. هذاك السبع سميتو شبه رجل. هذاك السبع كتسناه، انت يغوت انت ما يغوتش، انت يقول انت ما يقولش، انت يحل معاك انت ما يحلش معاك المشكله، انت يهضر معاك انت ما يهضرش معاك، انت يدير انت ما يديرش، انت هادي انت هادي، انت هادي انت هادي، انت يغوت انت يضرب، انت يعاير، انت يضحك انت ما يضحك. جهازك العصبي كله انذارة، سي دي تروما كرونيك، تروما مزمنه. جهازك العصبي لا يرتاح. اجعل عندك سبع قدامك، بحالي في الأدغال والحيوانات بيناتهم، عندك سبع قدامك، عندك سبع غيجيبك، عندك سبع غيجيبك، عندك سبع غيجيبك، عندك دب قدامك، عندك دب قدامك، عندك دب 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 سبع دب سبع دب سبع دب سبع. كل دقيقة من النهار ديالك ومن الليل ديالك. خلاص لي مع النرجس، أنا ما نهضرلكمش عليه. شبه رجال، وقول لي علاش المرأة ما بغاش تطلق، وعلاش ما كترش طلاق، وغيزيد يكتر كل ما تشافت، كل ما وعات، كل ما استقلت ماديا، كل ما حيدات جروح الاب ديالها، غيزيد غتطلق وغيكثر الطلاق وغيزيد يكثر الطلاق. ما يجيش شي واحد يقول لك حقا التيار النسوي ولو بغاو العائلات تتفكك. شوفوا نقول لكم واحد القضيه، اللهم العائلات تتفكك والاطفال يترباو مع أم متزنة مرتاحة بال ومرتاحة، عندها سلام داخلي، حتى ما يكبروا هذوك الدراري ونزيدوا نخرجوا دراري اخرين معقدين مستقبلا مع كوبل بهذه الطريقه هذه. وهذا الشيء اللي قلت لكم كامل عليه، ما يجيش شي حد يقول لك حق الحركه النسويه وتفكك العائلات. لقاو العيالات مع من يديروا عائلة متزينة ومجموعة وغير متفككة وقالوا لا، لقاو رجال مع من يتجمعوا وقالوا لا، ولا لقاو غير أشباه الرجال اللي هما ولاو مترجلين عليهم. قلت اللهم أنا بوحدي ولا مع راجل غير ناضج باقي ما فطمتوش أمه. انا نعاود نكرر، انا لست مع الطلاق، انا لست مع الطلاق. كنت مع الطلاق نطلق في الدقيقه الاولانيه اللي وقعوا لي فيه المشاكل ديالي انا. انا لست مع الطلاق، وانا لا احرض على الطلاق، وانا لا احبذ الطلاق، لكن عندي كمعالجه من الامانه ديالي العلميه والتجربه العمليه، من الامانه ديالي ملي كنشوف ضرب مبرح ومتكرر، ملي كنشوف اغتصابات، ملي كنشوف خيانات، ملي كنشوف نحيد كاع الخيانات ما شغليش كيبقى حريه الاختيار، ملي كنشوف الضرب والعنف والتحرش، هادو خاص مانيهم يطلقوا ويتبلغ عليهم وتاخدو عليهم الوثائق وتاخدو عليهم التسجيلات باش يمشيو يتحبسوا. من الامانه ديالي انني نقولها، لا بيرسون بغا يديرها ما يديرهاش، شغلو هذاك اللي غيت شافها غيمشي يديرها. داكشي الاخر كله تيبقاو جروح، ما حد عندك جروح، عندك مشاعر منخفضه ما غتطلقيش. الا كنتي مع اشبه رجال، لما كنتي مع راجل شدي فيه بعشرة اليدين، الراجل اللي يحترمك
ويدللك ويصرف عليك ويهديك هدايا ويكبر بيك ويصفرك، حيت هادشي اللي خاصو يدير. وما كيخرجوش هادوك مالين الحياة يقولوها لينا، لا ما تيخرجش يقول لمرتو، ما تيخرجش يقول داك الرجال ولا اشباه الرجال، يقول لهم ديروا لهم فعلوا لهم تركوا، لا تيقول لهم خصهم يديروا ليكم، ولا ما داروش ليكم عقاب رب العالمين، وما تدخلش الجنة وما غتشمش ريحة الجنة، وانت غتاخد الحور العين. يغتصبك ويضربك وما يصرفش عليك ويدير ويفعل ويترك هادشي كله اللي قلتلكم، يقولوا لهم غتاخدوا حور العين. مولاي نتلاقى مع ربي اش غدير، ما عينيها انا نتلاقى مع ربي اش غدير. لقيتيه راجل عليك ما تخليش عليه، ما تطلقيش، ما تنكديلوش على حياته، لانه راجل عليك. وزيدون نقولها لكم، ملي كيكون راجل عليها ما تقدرش دير هادشي كامل، ما تقدر لا تنقر ولا تنكد ولا تبرهش، بالعكس غتكون مكنة، غتكون ماشي ضعف، نو غتكون سكن، غتكون حب، غتكون مودة، غتكون هدوء، غتكون قيمتها عالية، لان الامان ما تضربش، الامان محافظ عليه هذا الراجل ليها، لانها عارفه مهما يوقع ليها راه كاين موراها راجل ماديا معنويا نفسيا حتى، ولو والديها جاو عليها غتعرف بان وراها راجل، ولو خوها جا شي نهار يتعدى عليها ولا يسرقها والدي غتعرف بان موراها راجل، ولو داك الباترون في الخدمه غيدير لها شي نهار شي غتعرف موراها راجل، ولو ولادها نضوا عليها ولا داروا لها شي حاجه ولا قللوا الاحترام غتبقى موراها راجل، ولو خوه جاي يقلل الاحترام على غتبقى موراها راجل، ولو مو نطليها شي نهار غتبقى موراها راجل، ما غتلقاش موراها واحد الشبه رجل كيتخبى مور مو تيقول مي رب ما تقيسيش يا امي، تمي خط احمر، امك تكون عافيه وشيطانه وسحاره وما مربياش ومعقده نفسيا، وتخليها تتعدى على مرتك وتجي تقول لها مي خط احمر، انت شبه رجل، انت محسوب على الرجال فقط. وانا شايف بان امي كتعدى على مرتي، وانا شايف بان اختي كتعدى على مرتي، ونقول بان مرتي اللي فيها الديفو. دونك متفهم كيحاول يحط راسو بلاستك باش يحس بشنو كتعاني بشنو كدوزي يوميا وشهريا واسبوعيا، سند في كل موقف لقيتي طحتي فيه كتلقيه سند في كل موقف، ماشي كيضحك وكيستهزأ بحال داك الكويتيه اللي دار لها داك السيد وطلقاتي بماه. عون يدفعك لقدام، انتي وياه عندكم واحد، عرفتي ما كاينش من اخبث الاشياء بالنسبه للمراه هي عايشه مع راجل ما عرفاش فين غدا معاه، حيت هو دري صغير غير ناضج، ما كيقدرش يتحمل المسؤوليه، ما كيقدرش يشري الديور، ما كيقدرش يدير مشاريع، ما كيقدر يدير حتى شي حاجه، مخبي كيتسنى هي دير، هي اللي تفعل، هي اللي تحمل المسؤوليه، ومي يتحمل المسؤوليه وقع لها شي مشكل يحملها الغلط ديال داكشي. انت قلت لك انت اللي كطيري، انت اللي درتي، شداكي تهزي الكريدي، شداكي ديري هادي، انت اللي حلتينا في هاد البلاصه، انت اللي درتينا في هادشي، كيتسنى غير انت تطيح السيده. اوكي ها هي وانت جالسه معاه في الحياه وانت ما عارفاش فين غادا، ما عارفاش فيه فين غادا، ما عارفه عليه حيت هو غير واضح، الكذوب، الوثيق، عدم الوفاء، ما شفافش، ما تعاودكش قصصه، ما تعاودكش شنو وقع على عائلته، ما تعاودكش شنو وقع لصحابه، ما تعاودكش انت شنو وقع في فلوسه، ما تعاودكش شنو وقع في خدمته، ما تعاودش حتى شي حاجه. مي خاشيني فو حيت هو طاقة أنثيين، خاشيني فو في هاد العيالات، ولكن خاشيني فو حتى في حياتك انت، وتيقلب على مرات خوك
اشنو دارت وامك شنو دارت مع باك، هادشي خاشي ليه فيه حيت هو بمريوه يخشي راسو فيه، ولكن انتي يعاود لك قصته ويعاود لك اهدافه مشاريعه. فين غدا معاه؟ فين دايك فيجن؟ ما كايناش، ما كاينش طريق، ما داكشي مبهم. امتى غنسافروا؟ ما نعرفش. يعني واش نشري ولا الدراري شنو كبروا يديروا؟ ما نعرف. واش غنسافروا في الويكند؟ ما نعرف. الصيف الجاي شنو كاين؟ ما نعرف. من هنا 10 سنين شنو كاين؟ ما نعرف. تقولي على اي حاجه، ما والو. يعني تقلت لي اللي بخطوبات هضروا مع الرجال، سولوهم من هنا 10 سنين في كيشوفوا راسهم شنو غيديروا، شنو راهم حالين المشاريع، شنو راه دايرين، شنو ولو شي حاجه بسيطه. اتونسيون، ما تهضرش على شي واحد عنده لي مليونير ولا ملياردير، ما كنهضرش على هذا الشيء. هذا ولو ما كاينش رؤيه واضحه للمستقبل، ما كايناش نهائيا. لكن الرؤيه الواضحه للمستقبل ديال امه واخته وعائلته، اواه غنصلحوا الدار د امي، خصنا نجمعوا الفلوس، امي خصها تمشي للعمره، خصنا نجمعوا لها الفلوس ونديوها. الرؤيه الواضحه للتصيله ديالو حيت هو باقي الطفل جاي من عند تصيلته، اه ماشي مشكل. لكن رؤيه ليك ووليداتك ما كاينش. رؤيه واضحه للمستقبل معاك فين غيديك، ما كاينش نهائيا نهائيا. دونك انا نعيش مع واحد ما عارفاش فين غدا معاه، عايشين نهار بنهار وسيمانه بسيمانتها، تهضري معاه تقول لك ماشي دابا، ماشي وقته دابا، تال من بعد انت كتفكري دابا. وصلنا للصيف، وتاحم الصيف ويجي العيد الكبير، شنو نديرو فيه؟ ما نعرف. الصيف شنو نديرو فيه؟ ما نعرف. الدري راه العام الجاي عنده السيزيام اني غيتخرج، الدري عنده 18 عام خصو البيرمي، ما ودا يوصل وقت الحاله، ما عندنا حنا على حالنا، دا يوصل وقت 18 وصل البيرمي من دابا، والسري يقطر مالكي كطيري مالكي ما والو. المراه خاصها نظره مستقبليه ديال الشهر اش غيكون فيه، السيمانه اش غيكون فيها، العام اش غيكون فيه، العيد الجاي اش غيكون فيه، غنعيد عندكم، غنعيد عند هنا، غنعيد هنايا، غنخرجوا، غنسافروا، فين غنسافروا. المراه دائما عندها تبغي تعرف فين راه غدا، فين غتحط رجليها، شنو غدير، لان عندها هي التوجيهه، هي اللي كتوجد، هي اللي كتنظم، هي اللي كتخطط، هي اللي الباليزات، هي اللي كتجمعهم، الدار هي اللي كتغسلها، تنظفها، الا كان عيد، الا كان، هي اللي كدير داكشي كله. الا ما عرفاش فين غدا مع راجل، مع دري صغير، غدا علاش كتكلي عليه؟ تسني منه الراي ديالو، اش غايقول لك دري صغير؟ دري صغير كيلعب حدا رجليه، كتعرف هذوك الدراري اللي كيكونوا قاعدين تيقولوا عليهم على راسهم، حيت منسجم مع اللعب ذاك الوقت، ذاك الدقيقه، وناسي راسو حتى بان تحت منه، هو كيشوف تحت رجليه، وانت كتسني منه خطط مستقبليه، وكتسني منه مشاريع، وكتسني منه حل مشاكل، وكتسني منه تواصل وهضره، وكتسني منه ما كاينش. مين كنت كتهضري مع دري صغير؟ اذا حبيبتي الله يرضي عليك، وفري طاقتك، راه ستو نزيفتي طاقين، انا عييت وانا كنهضر دابا جات السوايع، ستو نزيفتي طاقين، بركه بركه متسنيه يكبر، بركه متسنيه ينضج عاطفيا، بركه متسنيه يحل معاك شي مشكله ولا يحل لك مشكلتك. ولا اصلا راكم ما شاء الله عليكم راه حليتوا المشاكل ديالكم بحالكم، راه عرفتوا بانكم مع اشبه رجال وليتوا كتحلوا المشاكل ديالكم بحالكم، نتوما تطاشروا، نتوما اللي كتصحوا الدار، نتوما اللي كتقلبوا على البلومبين، نتوما اللي كتقلبوا على، نتوما اللي كتخلصوا فاكتورات، نتوما اللي كتفكروا في العيد، نتوما اللي كتفكروا في السفر، نتوما اللي كتفكروا في الدراري. هادشي راه عرفناه عرفناه، ولا كيتضرب بالمراه المغربيه الجزائريه من الخليج، كلهم كيضربوا. علاش؟ حيت ناس الخليج عيالاتهم ماشي كلهم الحمد لله، دابا راه تبدل الاحوال، تبدلات على القليل، كانوا جالسين في الدار وجاهم كيخرجوا كيجيبوا لهم الفلوس ويعطيوهم، وعندهم خدامات وخدامات اللي كيربيو الدراري. هادو الناس الخليج هما ولاو تيضربوا المثل بالمراه المغربيه والجزائريه بقوه الكفاح ديالها، بقوه الرجاليه ديالها، ولات تضرب بها الكفاح، والله العظيم ولات تضرب فيها عالميا، ولات كتحسد المراه المغربيه او المغاربيه بقوه الكفاح ديالها، بقوه الرجالية ديالها، وبقوة الرجولة ديالها. وكتقو كيقولوها، كيقولو انت بميات راجل، دابا كل وحدة فينا ولات بألف مليون راجل. دابا هادشي علاش يخافو منك، يخافو منك ولكن يطاكيوك، يخافو منك وميرضاوش بيك، يخافو منك ويزدوك خنافرك، يخافو منك ويكملو التحكم ديالهم في المجتمع، لأنهم هما تعلموا وترباو على أنهم يتحكموا في المرأة، يهبطوها لتحت، هي تغسل، تكنس، تصبر، تحدد، طيب، توكل، تربي الدراري، ترضع. طوب ما عندكش الحق تزيد اكثر من هذا الشيء. اليوم هي كدير هذا الشيء
كان كيدار شحال هادي، ودابا ولات كتقرا، ولات كتنجح، ولات كتخرج، ولات كتسافر، ولات كدير مشاريع، ولات كتربح فلوس بزاف، ولات كتعامل مع الرجال ومع العيالات، ولات كتعامل مع مجتمع كبير، ولات هادشي كله دايره وكتكبر عاد الجين ديالها. انت اش كدير؟ انت وليتي شاد الركله، ولاو تيقولوا لك مرات راجل المديره او راجل المراه، هادشي اللي ولاو تيقولوا لك فقط، حيت هي اللي كتصرف، هي اللي كتجيب فلوس، هي اللي كدير كل شيء. ولكن اللي باقا كتقبل عليها انها دير هادشي كله ومخليه واحد دري صغير مازال ما طفطمش، تخليه باقي كيتهز عليها وتيعاير ويسب ويعرق ويحقرها، اذا سري تشافي، سري تشافي باش تقري، سري تشافي باش تقري واش باقي نعيكات ديال جروح هذاك السيد، وغتعلمي منه دروس، غيكون روح صافيه، غيكون روح غادي تعلمي منه دروس، ولا لا سال العقد الروحي معاه، الله يعاوننا الله يعاونك، انت غتعقد عقد روحي مع اخرى، وانا غادي نكمل طريقي، اما نكمل طريقي بوحدي، اما ندير عقد اخر مع انسان اخر فقط. اوكي نشوف واش باقي شي قصص اللي غيقيسوكم مزيان. مثلا كاينه قصه اخرى باش تعرفوا اشباه الرجال والغيره، الغيره ديال نجاح المراه، الغيره ديال نجاح المراه. ملي كتنجح المراه سورتو الا كانت انديبوندون، يعني كانت اوتو مستقله ولا مقاوله حره ولا عندها شركه ولا عندها المهم عندها المشروع ديالها الخاص، وكتمشي دير تجاره ولا كدير معارض ولا كدير محاضرات ولا كدير شي حاجه وعندها الدراري، تعرفوا الغيره فين غتوصل؟ خلاص من النجاح ديالك صافي سيو، لانك انت خارجه المجتمع كتنطلقي والزبائن والعملاء وكتنجحي وكتقراي وكل شيء، وهو مثلا خليتيه شي نهار مع الدراري ولا ولك النهار غير نهار غير نهار خليتيه، خلينا من 3 ايام 4 ايام 8 10 ايام خليتيه نهار مع الدراري، خبرت بانك ملي غتدخلي من بين الاشياء اللي يقدر يديرو هو انه يخلق لك مشكله في الرجوع ديالك من النجاح ديالك. لما انت فرحانه وتلاقيتي مع الناس، ممكن تكوني بعتي بزاف، ممكن يكون جو الكليان بزاف، ممكن تكوني خديتي التصاور، ممكن تكوني فرحتي هضرتي الناس جاوك مزيان، كون معرض ولا محاضره ولا تجاره ولا نيمبورت نيمبورت مشيتي فرحتي فيها، وغير غير غترجعي غينكد عليك واحد النكد بقوه الغيره ديالو والحسد لدرجه ما توقعيهاش. يقدر مثلا يدير لك واحد الفلاش مثلا وانت ما غتنتبهيش ليه، ايوا الدراري غيباتوا بالعشاء مثلا، انت خارجه مع 6 الصباح ممكن تكوني شديتي الطريقه كي سافرتي وجديتي البراق ولا ولا ولا، ممكن تبقى معذبه واقفه عيانه مقتوله، هضرتي مع الناس بزاف حتى راسك طنطن، بعتي شريتي هضرتي حاضرتي محاضره ولا 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 بيع ولا شراء ولا اللي بغيتي من اي نوع ديال التجاره ولا من اي نوع ديال المقاوله. اول حاجه يقولها لك غيباتو الدراري بالعشاء. انا ملي كنت خدامه برا انت اش كنتي كدير؟ لكن ما غتقدريش تقولي هاد الهضره هادي، لان هاد النوع من العيالات كيبغيو يكونوا سوبر وومن، كيبغيو يوازنوا ما بين الخارج والداخل، قد ما هي خرجات وهضرات ودارت وباعت وشرات والعملاء والناس وتصاور وكل شيء، خاصها ملي تدخل دارها خاصها تكون حتى وليداتها يكونوا معاهم ودير لهم الماكله وكل شيء. اذا هو تيستغل هذا الضعف ديالك، نقطة في الضعف كيستغلها باش يخسر لك الفرحة ديالك ديال النهار وديال النجاح ديالك ديال النهار، ويقول لك الدراري ما كلاوش، خليتي الدراري بلا عشاء، الدراري صغيطة بلا عشاء، ولا كانوا ناعسين ولا شي حاجة غينعسهم بلا عشاء، أتونسيون غيمشي ينعسهم، قالت لي كان خبيث ونرجسي يمشي ينعسهم بلا عشاء، أو يضربهم لك انتيا خدامة وداك الشيء، نوض يدير لهم العنف باش يبرد فيهم الغريب ديال غيرة النجاح ديالك، وأنك برا وعايشة عايشه وفرحانه وقابله وكتعرفي على الناس وكتبيعي وكتشري وكديري وكل شيء. كاين فلاشات غادي تشوفوهم في حياتكم من الغيره ديال اشباه الرجال بالنسبه للعائلات اللي كينجحوا وقويات ولاو عندهم استقلال مادي وعندهم مشاريع عندهم وعندهم وعندهم، وكثير من هادشي هذا كثير، بحال مثلا تمشي تنجحي في الخدمه ديالك ويجي يقول لك يحط لك الفاكتوره، يحطها لك ماشي تيدوي معاك، يحط لك الفاكتورات، مع العلم انه هو القوام اللي جينا نشوفه، واخا انت نجحتي في المشاريع ديالك هو قوام هو الراجل، الا وليتي انت تخلصي له الفاكتورات ديالو اذا انت وليتي الراجل، انت القوام، انت اللي خاصك تدوبي في الورد باش نتفاهموا على هذه القضيه هذه. اوكي وكاينين قصص، كاينين قصص، عاودوا لي عافاكم كل نقطه هضرت عليها اليوم، عاودوا لي
عافاكم على قصه من القصص اللي عاودت لكم عليها. عاودوا لي وخليني نقرا تحت من هذا الفيديو، غنقرا تحت المواقع الاجتماعيه كلهم، غنقرا غنقرا القصص ديالكم، ولو صيفطوهم لينا في الايميلات غنقراهم للناس. صيفطوا لينا هاد النقط كلهم اللي هضرت عليهم، باش ما يجيش شي واحد يقول لك علاش كثر الطلاق عند النساء اليوم، حيت ما لقيناش رجال ارجل منا. والله أكبر. شكرا للحضور ديالكم، شكرا لثقتكم، برافو على النساء اللي هسين ومسترجلات. واخا ما خصناش نبقاو في هذه الطاقة هذه الرجولية، خصنا نرجعو طاقتنا الأنثوية. بإذن الرحمن يا رب يكون لايف تنظيفي. اللي كاين في الأكاديمية غيتابع التنظيفات إن شاء الله، خير غتكون تحل لكم جروح، غيكون تحل لكم بزاف ديال الحوايج. رجعوا للجروح ديالنا، رجعوا نتشافاو، ورجعوا نرجعوا للحب بالذات، الثقة بالذات، الثقة بالإله برب العالمين بأنه هو السند، هو الداعم، هو القوي، هو القوام، الله هو كل شيء، مش الرجل اليوم في حياتنا. بالنسبة للنساء اللي خايفين واللي عندهم العار واللي واللي، وصلحي ما أمكن أنه إصلاحه، يعني أتونسيون كنعاود وكنكرر، الطلاق ماشي هو الحل ديال المشاكل كلها، ماشي هو الحل ديال المشاكل الزوجية، لا، صلحي وعافري وجربي وسولي وقادي وصلحي، ولا شتي راسك داخلة في حيط. ديك الساعات ملي تشافي، ملي تشافي عاد قرري بهدوء، ما تطلبيش الطلاق وانتي غير متشافية نهائيا. اوكي، كل حب كل نور، كنبغيكم بزاف، نتابعو في الأكاديمية بإذن الرحمن.